حسابه يعني كاين اساتذه في المستوى، واخا كاين شويه ديال الضباب، ولكن نتمنوا من هنا القدام يتحسن شويه. الله يصاوب هذا ما كانش. نتمنوا في 2021 راني دايخه يتحسن شويه هذا ما كان. والمستقبل ديال التعليم في المغرب هو سؤال كبير وعريض، ولكن كنتفائلوا خيرا في اطار نموذج التنموي الشامل جاء من غيره. هو كانت واحد المحاضرات وكان واحد التوصيات وكان واحد المؤتمر خرج فيه توصيات كثيره على تطوير ديال التعليم، ولكن هاد انزال هاد التوصيات وهاد الاجراءات غادي يلقى الاكراهات على الامر الواقع، لان تطبيق في الامر الواقع شيء ونظري شيء، ولكن اذا اخذنا على الاوراق نقول بان المستقبل في التعليم في المغرب سيكون مستقبلا زاهرا، ولكن ثم ولكن الواقع اللي غادي يكون فيه اكراهات كبيره وغادي يخلي الاصلاح ديال التعليم يتعطل في المغرب، خاصه من جانب اللوبيات ديال الخواص، لانهم ما غاديش يبقاو مربعين لديهم وما غاديش يبقاو ساكتين. هذا من جانب، ما غاديش يبغيو المغرب ولا المدرسه العموميه يرجع ليها الهمه ديالها والشان ديالها، رغم الاراده ديال الحكومه اللي كيبان لينا بانها باغا تصلحو وترجع ليه الهبه ديالو. كل ازمه التعليم تتلخص في تشدي الشخصيه المغربيه، تشدي اكلاتمون ايثنو لينغويستيك، هذا والو تابو دي تابو، لا بالرومانيين ولا حكام ولا سياسيين ولا اكاديميين يتطرقون الى فحوى ازمه التعليم. المشكل الذي هو تابو الطابوهات التي لا يوجد ولا السياسيون ولا الاكاديميون هو التشدي والتمزق الشخصيه اللسانيه واثنيه للمغاربه، اقبال على اللغه العربيه وتحبها الى جانب باقي اللغات، اما ان نعادي اللغه العربيه ونعتبر اننا سننجح هذاك هو الافلاس والدمار والخراب للمغرب. نحن امه لنا تاريخ بفضل اللغه العربيه. الاستاذ مصطفى النايلي كاتب حيت تيبان لي بحال شي شويه غتكون القضيه محركه شويه مزيانه، ماشي بحال شحال هذه شحال كان البشر يعني فقد الثقه مسكين شويه، ومع كثره الصوائر وكثر كذا وكذا كتعرف ديك الشيء دابا اللي اكثر المون اللي عايشين فيه دابا النيت، والحمد لله ما يكون غير خير ان شاء الله. نتمنوا من الله الخير، يعني واخا تنشوفوا واحد الحركه ماشي هي هذيك مثلا ولا كذا، ولكن ربما نتمنوا من الله الخير. واش غادي نقول لك اخويا، دابا خص دابا هذا الشيء ديال التعليم راه خص كلشي يتحرك فيه باش يكون مزيان، فهمتي؟ يعني بالنسبه للاباء والدراري والمدرسين كلشي زعما خصو يكون واقف في الجانب، يعني تكون وقفه وحده باش كلشي يطول ان شاء الله. التوجيه راه ضروري، التوجيه خاص يكون تقريبا شي واحد يوجه الطلبه ولا التلاميذ من الصور، فهمتيني؟ يشوف بحال ما كان ماشي شي واحد يشوف اختو شنو دارت ولا الصديق ديالو شنو دارت هو غيبغي يدير، لا كل واحد خاص يكون هدف ديالو. ما حد هادشي اللي كان جو بونس زعما ما يتقادش واقيلا، بحال هاد القرار اللي خرج دابا ديال 30 ديال 30 عام ما غينجحش لهم اصلا، ما ينجحش لهم هاد القرار، وما عرفتش بنادم غيمشي للسونتر بزاف، اما الجامعه تقدر تقلال شويه، فهمت؟ ما يبغي حتى شي واحد يدخل للجامعه.